صبحكم الله بالخير متابعينا الغالين. انتقلنا معكم الى سوق الكعكية في مكة المكرمة لتغطية اسعار المستورد بشكل عام والسواكني بشكل خاص. احنا طبعا في عز الموسم اليوم 28/11/1445، باقي على عيد الاضحى حوالي 12 يوم، وباذن الله راح ننقلكم التغطية، تابعونا ومرحبا بكم. مرة عمي الله يبارك له 1630 ما شاء الله تبارك الله، مرابي في الشحن. يلا تم البيع 1630. يلا روح يلا 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 تبي يا عبد الله بيعه، يا عبد الله انت بيعه. مرة يا مسلمين بيعه 380، ابي اعرفه 380، ابي اعرفه 380، ابي اعرفه 380. مره اعطيها بارك يا ربها. مره عبد الله، يا عبد الله بيعه. مره عم ربك عشر عشر رجال 1380. يا ولد يا ولد همام. يلا 1100. كم عددها؟ 70 راس. 1100 ريال. 1100 ريال. 1100 ريال. 1100 ريال. ابيعه مره عطيه بارك يا ربها. مره ابي 1100، ابي 1100، ابي 1100، ابي 1100، ابي 1100. مره من بعد 1100 ريال سنقوس. الله يبارك لي يا ربع السنه بلوسك يا ربع يا عمي. طيب راح الصافي ها. ما شاء الله تبارك الله، هذه جدعان حمري مرابي فل شحم وارد حلال الطائف عند الدلال عبد الله بنت رحيب الدعجان. راجها بعد شوي. الله يبارك يا رب هذا وارد حلال الطائف، تم البيع 1500 ريال ما شاء الله تبارك الله. 860 يا رب يا رب مره ها 910. مره نعم بعد 900 صافي الله يبارك يا اربع رجال. صلي 800 على محمد. بعد 800 الله يبارك. يلا عبد العظيم روح روح اقلب. ما شاء الله تبارك الله، جدعان جبر ناهي فل شحم، تم البيع 1800 ريال. يلا لطيف قلبوا على تراب الطاي. ما شاء الله تبارك الله، جدع ابيض مربى في الشحم، تم البيع 1310. لا مو عندي. عمره في عباس 64 راس. عبد الله.
دي ولا انا برا 710 عبد العظيم